بيتا بيتا عفوا. هاي واخو المي. أشكرك. يا سيف جيب الصندة من النار. أمر الملك فيصل الأول بإنشاء تمثال نصفي للمسبل، وأيضا هناك نص تذكاري لها. مع الأسف هذا نقدر نقول عليه النصب التذكاري فقد ولحد الآن مفقود. شخصية مسبل ودورها القيادي والرائد في علم الآثار بالعراق كبير جدا، وأكبر دليل على ذلك هو وجود اسمها على رأس قائمة أسماء السادة رؤساء الهيئة العامة للآثار والتراث. تجد رقم واحد موجود اسم مسبل. This is Gertrude's grave, and it was just felt very much like some a forgotten sides of the. You can't really see it, but it's that you can see. She's was called Gertrude Margaret Lothian Bell. And this is the caretaker, who's Abu Hussein. His name is Ali Mansour.